السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ لا سويت لكم مقدمه ولا منجيت بالبلم، كل شيء ما صورت. راح اختصر لكم الفيديو، بس سويت ثقل لكم صيد الروبيان. خلوكم بالفيديو وراح افهمكم. هسه احنا نصبنا الكرفه مال الروبيان، هذا اللي قبل المشتبه. شوف هاي بيها الرماشه حتى المكان اللي تجي تشوفها، حتى ما تطقها بالماكينه وتاذيها، تشق الكرفه. اذا طقتها بالماكينه تشقها. خلكم بالفيديو، راح اوثق لكم صيد الروبيان. تقريبا صار لها ساعتين منصوبه، هي ما يسحبونها هسه من هنا للصبح، بس شنو ياخذونهم كل فتره وفتره يطلعون الروبيان اللي بيها، يدورونها وينظفونها. هسه راح ندور احنا ونشوف اذا صادتنا وما صادتنا. بوربرينج اصلا راح نبدا ندور احنا. ندور كيف؟ راح يوصل لحد هناك. هون شوف القطعه هاي، ينكث فيه لحد ما يوصل هناك القطع، مو بيصعدها بالبلد. هاي راح يلمه. ما شاء الله. الصلوات هاي صار لها ساعتين منصوبة. هي هالفترة غليلة الصيد مو؟ شوف خلي الموسى احنا يغرف اغرف اغرف موسى. يعني ما شاء الله مو بس روبيان الصيد، حتى السمك. هاي راح يقطع ودي لهم وصعدها بالبنان. ما شاء الله. ندور الصبح. هسه هاي خلصوا النوب، الصبح راح ندوره. هسه النوب رجعها نزلها بهاي الحالة. احنا خلصنا تفتيش، فتشناها وخلصنا وها صيدنا. شوف صلوات. وهسه راح ناخذ قسم عبوس، راح يخلينا بالجدر حتى نطبخه، نفوره ونفلسه بعدين نقلي. يعني ماكو علاقة، طريقة يمي. يلا عبسي حط لنا. حبيب قلبي فدوى راحت لك، اشكرك انا يا طيب. ازول طبقنا علقه ونزلنا القراض. طبعا دقوره هسه راح نسوي هذه نفوره والاغراض، ويا راح يطبخ ميس طبخ اكيد. تشرب. هسه انا راح اجيب حطب وارجع. رحنا عبرنا جبنا حطب وجينا، الولد قاعدين ينتظرونا.
اول حطينا جدر حتى نسوي ربيانات شوف شلون احترق ترقن يداتي جدر مال موسى بعد ما طب البيت والله الوالد اليوم اذا شوف المقطع لا موسى انقتل اساسي اساسي انقتل موسى بس راح ندي تفليس الربيان حتى النوب نقلي بشني طريقه تنظف الجدر حتى تتخلص من الريحه مال الربيان ليمونه بالليمونه بعد ما تبقى ريحه بس راح ندي تفليس الربيان شوفوها كلها فلشنا تقريبا في كيلو كيلو ونص وهسه راح ناخذ نقلي تعال موسى ايش حضرت لنا؟ حضرت لكم هذا الليمون والطماطم والبصل تمام خليني اراويك شنو جايب هنا انا شنو تعال هذا هاي بهارات مال الروبيان دارسيني وكذا دارسيني وورق غار هذا حتى شنو تروح كل الزبره وتخلي طعم بالروبيان شو تعال قلي يلا تعال شايفين انت طبعا منه بس المشاهد الخط هسه خليني اقلب شوي على راسي شكرا حطب شكرا حطب طبعا كثرت الدهن لان الروبيان جسمه الروبيان هواي زين اذا هذا كسره كلش صغار وخلي دايم ما داير هسه راح نذب الدارسين والورق غار حتى يصير شوي بريحه حلوه بعد ما حمص نبرح راح نذب الروبيان نخبط والله طباخ والله شي لابس ردان اعطوني انا هالمهمه لان ايدي انا جاي تحترق من المصابه ما دام هاي المهمه انت وجاي تقلب خلينا ندب الملح حتى يتسلق دب الملح هسه شو اريدك لا اريدك وين الملح تخبطكم يلا 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 بس ما صار فيكم على الوجه حتى الشارب احترق موسى راح يجي يحط بهارات هاي هم لون يطي وهم طعم لا الطباخ انت نبغى نسوي المقبلات اقصص لهم واكمل بين ما يستوي الربيان صار دور الملح اقلب لي اقلب لي مو 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 والله يعني شيء قلتهم وهسه نقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عشان فقير يا فقير والله ما صار فيكم على الطعام صار فيكم على الطعام موسى ما اقدر يعني ما اقدر هسه طلع الفجر راح نطلع ندور النصرة ونشوف بالله نلم البيها الربيانات وهاي وبعد ما نلمها وننظفها النوب نشلفها بالبلم بالأول راح نبدي نفتح الأحبال بس
هذا الحبل المسدود مالته هناك هو. عدل عدل عدل. يلا هسه نقول يا الله ونبلش. هلا اللقطة الحاسمة هناك في الأخير راح تصير. ما شاء الله. صلى على محمد. اللهم صل على محمد. الله صلوات زين. هاي الدقلطين مو؟ أصغر سمكة ممكن يشوفها. رجعها رجعها أخطي. صلوات. يا علي. هاي اخر ما تبقى من الكرفة. هذا صيد اليوم. كيف الناس؟ صلوات على محمد. ما شاء الله. خير ونعم. بس راح نروح نفتحها. حتى النوب نبدا نشتري بالقزل هنا بالبلم. نفتحها من هنا والنوب. بس. يشربون. بس راح يفتحها. والنوب يشلبها. قاعد يسوي قاعد يفتحها جاي يسوي مثلا. بابا افتحها واسمعنا وبقينا وكذا. يا صباح يا طاي ميت من الماي والله كلها رخت هسه الكرفة بعد ما فكيناها كلها رخت نوب صاعتها بالبلم بدو بالصفاية معدلين والله كفو منك يا بعد روحي لا والله انا عايش تيديكم يعني هيش نفرين ومسيطرين على الوضعية الله يراد لها اكثر من نفرين يعني. اي تعب والله شغله تعب. ما تقوم انت. والله افتح العبد. خلصت الكرفة هسي دورناها وفتشناها وخذينا صيدها وهسه لميناها وحطيناها بالبلم صاحبنا ينتظرنا على القاع أغراضنا كلين هناك صلوات على محمد هذا صيد اليوم هسه احنا كملنا وخلصنا وكان يرحون الولد مشكورين عزاز فدوا روح لكم.
فيديو اروح لكم يا روحي. والله ما قصروا، قلنا لهم نريد نصور فيديو، قال تعالوا تدلل عزاز ومعدلين. والله صورني ما صورك. فيديو اروح لهم. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ طلع لي شوربك. ولهنا نكون وثقنا لكم صيد الروبيان. نعم، اتمنى كده تعلمتوا الطريقه وشفتوا الطريقه اللي يصيدون بها الروبيان. اهم شيء تكونوا تونستوا يعني بالفيديو. ان شاء الله تونسوا، ومقابل هذا التعب كله ما اريد منك بس طلبين بسيطات. اكو ماكو اسهمتين، لايك واشتراك. هاي شوف عندنا طلبين، وانت اصلا ما راح تتعب يعني، ما راح تتعب وانت قاعد. انا جاي من نام نمس وبت هنا وصورت لكم وكل شيء سويت. والله بارده يعني، تخيل بس طلعنا، طلعنا من 7 بالليل. من 7 بالليل هسه بس ساعه، هاي قدامك ساعه بالستة ودقيقه الصبح. ما اريد منك بس طلبين، لايك واشترك بالقناه. باي، ان شاء الله ارجع لكم فيديو جديد ان شاء الله. باي. اغربك واحنا رادين عطله الماكينه، وجبناها غرف من هناك من ورا الجسور. شوف بما نغرف موسى بالغرافه، حسين بغلق ما جدر، وانا تكرمون هذا حاطين غرف. وهاي شنو هي؟ بس حتى نطلع لكم مقاطع حلوه. والله العظيم والله العظيم الايام هاي الفتره جاي نعاني كلش كلش. Thank you.